رحب بالقناة الموصلية، القناة الحرة، هي القناة اللي تعاني أهل الموصل كل المعاناة التقلقلة. المدارس ما عندنا غير مدرسة واحدة وقت الحالي هنا. ها من من منذ عام يعني هالمدرسة انفتحت، مدرسة الحفصة، وبيها ثلاث دوامات أو دوامين أو ثلاثة على سربية. بس ابتدائية، المتوسطات ما عندنا. أهل المنطقة اشتراكات أخويا، والما عنده اشتراك مقعد بنته أو ابنه مبطله. يعني مكانات أبعد. بالرفاعي. بالرفاعي والما عنده اشتراك مقعد ولاده ما يخليهم يداومون. يعني ست أطفالك بالرفاعي؟ هسه أنا عندي واحدة من بناتي بالرفاعي تداوم. بالرفاعي. بالرفاعي، وعندي ابني من المتوسطة يداوم بدوره مال المستشفى. بس هذا والله عدل ما عمل اشتراك، يروح يجيب بوحده يعني، ما عندي إمكانية مال اشتراك هذا أسوي. نعم زين. شو توجه الحكومة والجهات المعنية بخصوص هذه المدارس المهدمة؟ هسه اكو مدرسة هي مدرسة الحرية متوسطة بالفاروق، هي ام البنات منذ عام كملت، يقول ما عندنا كادر، اين الكادر مالتهم؟ كاملة ومتكملة ومفتوحة وموجودة هسه حاليا نشوفها، يعني الناس الخيرين عمرتها، يعني دولة ما عمرتها، الناس الخيرين عمرتها على حساب الناس الخيرين عملوها على مود خدمة هالمنطقة. عاش نقول لهم يعني ظلينا نحكي ونقول وما حد عارض علينا، نقول حسبي الله ونعم الوكيل على اللي يضيع العلم بالموصل واللي يضيع الاطفال هذه من هذا العلم. اكثر شيء هي مدرسه او مدرستين بهاي المنطقه، ما عاد يعني اكو عندنا مدارس مهدمه من فتره، ونحن نطالب مدير التربيه ان يقوم بزيارات ميدانيه للكشف عن المدارس المهدمه وتعميرها، والا فان هذا المنطقه راح تشكو من الجهل ومن الفقر العلمي، وهذه تؤدي الى اجيال يعني تقلها العلم والمعرفه. يعني اكو مدارس مهدمه كثير، اكو مدارس مهدمه، عندنا مدرسه الطاهره مهدمه، عندنا مدرسه الحريه مهدمه، عندنا مدرسه الاخلاص مهدمه، ليش يعني مهدمه هذه؟ يعني ما اكو مدرسه هنا بهاي المنطقه هي خادم الوليد يسموها الوليده وهي الوليد، يعني هذه مهدمه متروكه، ليش متروكه؟ يعني البلد ما شاء الله غني بثرواته النفطيه وثرواته المال. يا اخي اكو ناس تجيب لك فكر وتبني هال، يعني ترفع من 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 الثقافه بالمنطقه، ليش يعني مهدمه مدرسه هي اهل الاطفال حاليا هسه عاد يشكون خاصه فصل الشتاء معاناه، يعني ناس تروح على الرفاع وناس تروح على المناطق قسم من عندها بهذاك الجانب هم يعني يروحون يدرسون. اشتراكات طبعا اشتراكات، هاي بفلوس، هاي ما عنده قاعد ولاد بالبيت وقاعدين وماكو، هذا راح يؤدي الى الجهل. اطفالنا مبهدله، الى يقبلون اولاد المسؤولين يجون يشوفون هاي المعاناه، خلي واحد من اولاده او لا يخلي زهم يداوم، خلي بس يمر بهذا الشارع وشوفوا المدارس المهدمة. عندنا مدرسة الوليد كانت أرقى مدرسة، دوامين يداومون بيها على الموصل كلها. ذيك هي حالها تكرم زبالة صايرة، وما يسألون بأولادنا ولا شيء، خلي يقبل واحد من المسؤولين. هاي المدرسة ما صب، هاي الجوا وحدة مختلطة صايرة، يعني هاي كم منطقة؟ ثلاث أربع مناطق. أخي هسه عدد لك أني هاي دكة برقة والزهيرات والشهوان والشفاء وعبد العالي مثل ما نقول سوق الشعائر، هاي اللي جوا احنا قلت اخي، هاي منطقه واحده ومدرسه واحده ماكو غيرها. اما كانت هاي مدرسه الوليد دوامين يدامون بيها صباحي وظهري، ها كان السد هاي المنطقه كلتها، هاي المنطقه اللي تشوفها احنا نقول منطقه دكه برقم. اطفالنا مهجولين، اللي واحد بذاك الجانب واللي عد بيت مثل ما نقول قرايبنا غادي مسجليه، مبهدل العائله كل العوائل. تحتاج الى اشتراكات ايضا اذا طالب. طبعا كل اشتراكات هاي، ما عنده حشاك يرط راسه بالحائط، خلي ابن المسؤول بس ياكل ويشرب من تعب الغير ومن هاي الشغلات. رساله للمسؤولين بخصوص هاي المدارس. اوجه المسؤولين، اريد فريد يوم واحد من المسؤولين يجي يشوف المدارس بعينه وهو اللي يحكم، يقبل ابنه او ابن قرايبه او اي واحد من موظفين الدولة اللي يداومون يقبلون اولادهم يداومون بهاي المدارس.